برحب بحضراتكم مرة تانية ولسه بنكمل حلقتنا ومعادنا وفقرتنا الأخيرة نتكلم عن مبادرات التمويل العقاري. كلام كتير منتشر في الفترة الحالية إن المبادرات هتقف مع نهاية هذا الشهر، هل هذا الكلام صح ولا مجرد إشاعات؟ كمان حول مبادرة 3% إن خلاص البنوك وقفت المبادرة دي وما بقاش في مبادرة تانية اسمها 3%، كمان هنتحقق من صحة هذا الكلام ونطمن بصفة عامة عن يعني حول هذه المبادرات وهنستفاد منها إزاي، وهل سوق العقارات كمان وما يحدث فيه مأثر على المبادرات؟ وكلام كتير الحقيقة محتاجين نوضحه في هذا الموضوع، بالإضافة أن احنا نستقبل كل اتصالاتكم واستفساراتكم ومشاركاتكم حول موضوع مبادرات التمويل العقاري. خلينا نرحب بوجود ضيفنا معانا النهاردة الأستاذ محمود داوود الخبير العقاري. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. يعني إشاعات أو أخبار صحيح احنا لسه ما نعرفش، نتأكد من حضرتك فكرة هل مبادرات التمويل العقاري هتقف مع نهاية هذا الشهر؟ الكلام ده مش حقيقي ومفيش اي تصريح من جهة مسؤولة، حصل دي مجرد اشاعات مغرضة وبتحصل على طول باشكال متنوعة، لكن مفيش تصريح حصل سواء من هيئة او جهة منوط بها نصرح التصريح ده، مجرد اشاعات على مواقع التواصل الاجتماعي مش اكتر. لكن مفيش توقف للمبادرات خالص. هو في فرق ما بين التوقف المبادرة التمويل العقاري ونقل السلطة المالية أو الولاية المالية لها من البنك المركزي كجهة تمويلية لوزارة المالية ووزارة الإسكان، هو ده اللي حصل الفترة اللي فاتت، لكن ما تلغتش ولا حاجة، بالعكس ده لسه الباشمهندسة مي عبد الحميد كانت بتتكلم على أن في أكتر من 55 مليار جنيه تم ضخهم للبنوك، منهم بنوك حكومية كبيرة زي البنك الأهلي وبنك مصر لتمويل مبادرات التمويل العقاري، والكلام ده من أيام يعني مش بعيد، فلا طبعا كلام بعيد تماما عن الصحة. ده كمان في إعلان في الفترة الأخيرة عن الإعلان 17 للإسكان الاجتماعي وده خاضع لمبادرة التمويل العقاري، فطبعا كلام بعيد تماما عن الصحة يعني. طب هل في تغيير حصل بعد ما اتنقل المسؤولية من البنك المركزي لوزارة الإسكان والمالية؟ في أي تغيرات حصلت في المبادرات؟ تغيرات تخص الوزارات ببعضها لكن مش هتخص المواطن اللي بيتعامل على التمويل العقاري. فكرة النهاردة ان انا باخد مبادرة تمويل عقاري لو خاضع للشروط او ينطبق علي الشروط 3% اللي تخص 3% كمبادرة مش هحس بيها كفرق. الفكرة وما فيها بس ان في دعم لفرق التمويل العقاري او الفايدة دي بيبقى كان من البنك المركزي دلوقتي اتنقل لوزارة المالية ووزارة الاسكان، لكن العميل او المواطن المصري مش هيحس بفرق خالص يعني. لابد ان احنا نعمل ربط ما بين وضع السوق ونطمن على وضع سوق العقارات بصفه عامه. احنا عارفين طبعا في اضطرابات بتحصل في نتيجه الاوضاع الاقتصاديه والتغير في الاسعار والتذبذب وكل هذا الكلام والالتزام في المبادرات كمان. ايه اللي حاصل في السوق وبالتالي هل ما اثر على المبادرات؟ خلينا نتفق ان السوق العقاري في اشاعات بتقول او بعض الاقوال المغلوطه بتقول ان في حاله ركود، الكلام ده بعيد تماما عن الصحه. انا راجل شغال في الصناعه دي بقالي 20 سنه فالكلام ده بعيد تماما، هو عائد ادخاري امن بنسميه دائما وابدا الابن البار في الاستثمار، الابن البار اللي ما بيغزلناش دايما ما بيرخصش، واللي حصل الفتره الاخيره على المضاربات الخطيره اللي حصلت في سوق الذهب اثبتت ان الذهب مش استثمار قصير الاجل، ناس كانت بتجري وتتهافت سواء بيتاجروا في الجنيهات الذهب او السبائك ونسيوا العقار شويه، كل ده رجع تاني للعقار لان الذهب بدا يرخص، لان الامور لازم ترجع لنصابها الطبيعي باستثناء العقار. العقار دائما وابدا في احتياج، احنا شايفين الاوضاع السياسيه اللي حاصله حوالينا في الوطن العربي لكل اخواتنا سواء في اليمن في سوريا في العراق وحاليا دلوقتي اخواتنا السودانيين، فده كله هيعمل طلب على العقار، ولكن انهي عقار هو ده السؤال. فكره ان في ركود، لا ما فيش ركود، لكن في استثمار قوي جدا ولكن على شكل الايجارات على الوحدات كاملة التشطيب أو التشطيب الفندقي أو الوحدات الجاهزة للتسليم. يعني ممكن يكون حاصل ركود ولكن على أنواع معينة من العقارات. أنواع معينة من العقارات زي الوحدات اللي لسه قدامها كتير قوي عشان تتسلم. احنا في بنشتغل في مصر بسيزونال يعني الموسمية، فاحنا النهاردة في الموسم بتاع الساحل الشمالي والعين السخنة، فدلوقتي هتلاقي حضرتك الاتجاه والأنظار يعني متجهة أكتر للساحل الشمالي لغرب القاهرة. غرب القاهرة برضو فيها طلب كبير قوي اللي هي أكتوبر وزايد، في طلب كبير أكتر من شرق القاهرة شوية.
برضو في حالة من الضبط والربط بتحصل دلوقتي للمطورين العقاريين، واحنا ده لمسين، وده بيأثر كمان على التمويل العقاري بشكل او باخر بصورة غير مباشرة. المطورين العقاريين اللي كانوا بيعملوا دراسات جدوى خاطئة او ما بيعملوش دراسات جدوى اصلا، بدأ يظهر النهاردة المطور القوي الثابت اللي يقدر ينطبق عليه شروط زي التمويل العقاري، اللي يقدر يوصل بالعميل بتاعه البر الامان، في حين ان في مطورين تانيين لا، يعني هيبدأوا يحصل اندماجات وبعض الاستحواذات ما بين الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة عشان يصححوا المسار. ده اللي بيحصل الفترة الجاية. انعكاس ده على التمويل العقاري، شكل السوق العقاري نفسه بيختلف، لان في الاخر احنا بنتكلم في عرض وطلب. السوق العقاري النهاردة لما شفنا مبادرة التمويل العقاري فيها انجذاب كبير جدا، وفي شريحة كبيرة جدا، السواد الاعظم من المجتمع، سواء مبادرة 3% للمحدودي الدخل او الاكثر احتياجا، او مبادرة 8%، عدد كبير جدا من المطورين العقاري بدأوا يحسنوا من شكل المنتج العقاري بتاعهم بما يتناسب مع المبادرات دي، لان فلوسي مضمونة. انا النهاردة هنقل الولاية للبنك، يبدأ يتعامل مع العميل، هسرع في البنى، هقدم وحدات كاملة التشطيب او ما يتناسب مع المبادرات دي بشروطها يعني، وبالتالي انا اقدر اخد تمويل سريع جدا من البنك، لان تعامله هيبقى مع البنك مش مع المواطن. طيب بما اننا النهاردة بشكل كبير هنستقبل مشاكل المواطن مع المبادرة او استفساراته، خلينا ناخد اول اتصال. استاذ جرجس اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، تفضل. سعادتك، انا كنت مقدم على شقه اللي هي منخفض الدخل بتاعت سكن لكل المصريين 3، وبعد كده وقت قالوا لي انت غير مستحق، ولا جتني رساله ولا حد سال فيا ولا اي حاجه، قالوا لي انت غير مستحق على اي اساس؟ عشان انا مسيحي يعني للاسباب. حضرتك تقصد ما فيش اسباب وضحوها ليك؟ ما فيش اسباب عشان انا مسيحي يعني. طب حضرتك قدمت تظلم؟ ما كتبتش تظلم طبعا، ما هم عارفين انا ما فيش اي حاجه جاتني. انا بشكرك على اتصالك. هو المسيحيين يعني ما لهمش شقق في مصر؟ كله بياخد الشقق سواء مسيحي ومسلم، ملهاش اي علاقه يا استاذ جرجس، ويعني ناس كتير استفادت بالخدمات دي، ملهاش اي علاقه طبعا. اسال حضرتك بخصوص حاله استاذ جرجس، لو هو غير مستحق بيبقى بيتم الاعلان عن الاسباب ولا بتتوضح ازاي؟ هو الاسباب ما بتعلنش بعد، هو الاسباب بتعلن قبل، هو في اشتراطات زي ما اتفقنا، هو سيادته بس للاسف ما لحقناش نساله هل حضرتك شغال مهنه حره، عمل حر، او حضرتك موظف قطاع عام او خاص، هل حضرتك تستحق الدعم ده ولا لا؟ هو خلينا نتفق ان دي مبادره، المبادره دي يعني ليها مستحقين، انا مش بديها لكل الناس لان مش كل الناس تستحقها. فهو سيادته يمكن بس ما تكرمش علينا بهل ينطبق عليه شروط ولا لا. الشروط دي موجوده على الانترنت، ان انت حضرتك يكون دخلك من والى، ان حضرتك ما تكونش استحقيت قبل كده باي تمويل شكل من التمويلات العقاريه، ممكن يكون اصلا انت عندك قرض وانت مش عارف ان القرض ده ممكن يبطل فكره ان انت تخش في تمويل عقاري. ما في الاخر التمويل العقاري هو في شكل قرض، حضرتك ما ينفعش يستقطع من دخلك الشهري اكتر من 40%. فدي كلها اسئله كنا عايزين نسالها له، هو بس كان يعني متحمس شويه. انا عايز اكد على نقطه، ويعني ما فيش مسلم ومسيحي، احنا كلنا مصريين، انا قاعد مع حضرتك اسمي محمود يعني، فلا عندنا زمايلنا كمان وناس كتيره يعني. اسال حد طبعا. اي حد في دايرتك يعني الصغيره والكبيره هتلاقي حد استفاد من مبادرات التمويل العقاري يعني. ملهاش اي علاقه خالص يعني، احنا زمايلنا في الكنترول منهم بالفعل واخد شقق، وزمايلنا مسيحيين، فما فيش اي علاقه ما بين الدين وما بين فكره انك تحصل على شقه. لكن الناس بتعتقد ان ما دام قدمت يبقى انا يعني هاخد الشقه. من الاشتراطات هو حضرتك هي مش مقبوله كده وخلاص طبعا، في شروط الحكومه بتدعم. ده تكلفه رهيبه على الحكومه، انت الشقه اللي حضرتك بتاخدها دي بفايده 3% متناقصه، معدل التضخم عامل ازاي كل سنه؟ احنا شايفين المتغيرات السياسيه المحيطه بينا، حاله التضخم الرهيبه والاستيراد وغيره. فحضرتك النهارده بتكلم في خامات بنا، النهارده طن الحديد بكام والاسمنت بكام؟ ما البيوت دي مبنيه والحكومه تتكفل بقيمتها، فلازم تروح للمستحق فعلا، مش النهارده يبقى عند حضرتك ناقص منك شرط وتيجي تقول الحكومة قصرت. انا مش بدافع عن الحكومه بس انا بتكلم على الاشتراطات، حضرتك لازم يكون ينطبق عليها. لازم ينطبق عليك. طيب ناخد معانا استاذ شنوده، اهلا بيك. مساء الخير. مساء النور، اتفضل. بص حضرتك، انا ليه سنتين في موضوع الشده ده بعصيوك، ماشي؟ وبعدين حضرتك استاذنك توضح صوتك بس يا استاذ. نعم. شنوده، وضح الصوت شويه. بص حضرتك، انا ليه سنتين مقدم في الشقه دي. تمام. ماشي. وبعدين انا رحت البنك الزراعي عشان يقبلوني وكده، قالوا لي المشكله اللي عندك ان انا سافرت بره اسيوط. انا ما سافرتش. حضرتك ايه يا فندم معاك؟
رحت البنك الزراعي علشان تاخد الشقه عن طريق البنك الزراعي يعني؟ قالوا لي المشكله اللي عندك انك انت سافرت بره مصر. فانا رحت جبت جواب من الجوازات يثبت ان انا ما سافرتش، وديته البنك الزراعي. البنك الزراعي ودى الولد ده للتمويل العقاري اليوم 15 يوم برضو النهارده ما حدش رد عليا. طيب انا بشكرك على اتصالك يا استاذ شنوده. هل 15 يوم هي مده طبعا شهر على الاقل؟ حضرتك بتكلمي في مئات الالاف مقدمين. هي الفكره لا 15 يوم مش مده كافيه طبعا، لا مش اقل من شهر، خصوصا ان احنا في فتره اعياد يعني. لا طبعا يعني نقدر نتكلم ببدايه من بعد 30/6 يبدا يسال تاني يعني ويقدم تظلم. انا بس مش فاهم ايه علاقه البنك الزراعي، هل كان هياخد التمويل عن طريق البنك الزراعي ولا ايه؟ تقريبا هو ده كان يعني اللي وضحه وقال ان ساعتها اترفض علشان اسباب معينه، وكان رجع قال ان هم قالوا لي 15 يوم وهنرد عليك. لا 15 يوم عمل، 15 يوم ده حضرتك انت بتتكلم في بقى 5 ايام، فاحنا نصبر لحد النص الثاني من 6 ان شاء الله ويسال تاني باذن الله. طيب عايزين نتكلم على مبادره ال 3%. برضو شفنا اخبار عن ان في بعض البنوك وقفت تماما هذه المبادره، هل فعلا في بنوك في مصر وقفت المبادره 3%؟ خلينا نتفق على حاجه عشان نكون صراحه مع بعض. البنك النهارده يعني مؤسسه هادفه للربح، فالنهارده التمويل العقاري اللي بال 3% هو عبء كبير جدا على اي بنك، حتى لو بنك عملاق زي البنك الاهلي. فالنهارده بيبقى في تعويض من البنك المركزي ليهم. لما تمت نقل الولايه الماليه دي او سلطه التمويل ده من البنك المركزي لوزاره الماليه، اتفضلي في اتصال او حاجه؟ في اتصال؟ لا نكمل اجابه حضرتك اتفضل. من البنك المركزي لوزاره الماليه او وزاره الاسكان، الفكره النهارده ان بعض البنوك انسحبت من المشهد لان ليها اهداف ثانيه، لكن في بنوك قوميه موجوده زي البنك الاهلي وبنك مصر ما زالوا دلوقتي موجودين. احنا بس الفكره ان احنا بناخد الموضوع ان في بعض بنوك القطاع الخاص لانها هادفه للربح بصفه عامه يعني بصفه كليه، فدي اللي انسحبت، لكن في بنوك قوميه موجوده زي البنك الاهلي وبنك مصر. ولسه الاستاذ شنوده كان بيتكلم على البنك الزراعي يعني، ففي بنوك لسه شغاله وبيقولوا 15 يوم، فلا طبعا ما اتلغتش من البنوك ولا حاجه. لو حصل حاجه زي دي يبقى تصريح واضح وصريح وعلى المواقع الرسميه ويظهر في التلفزيون يعني، فما فيش حاجه اتلغت حتى الان يعني. يعني توقفت في بعض البنوك بقرار من هذه البنوك لكن ما اتلغتش، وفي بنوك بالفعل شغاله بيها زي البنك الاهلي وبنك مصر. وبالاضافه ان في بعض البنوك كان ليها النهارده شريحه بتتعامل بيها، ولنفترض ان انا النهارده واخد تمويل بمليار جنيه هبدا ادخه للعملاء، فخلاص الفئه بتاعتي او الكوتا بتاعتي خلصت، فانا النهارده لازم انسحب من المشهد. لكن البنوك العملاقه اللي زي البنك الاهلي وبنك مصر معاهم رقم كبير جدا، فلسه الرقم ده اكيد ما خلصش. احنا عايزين نشرح اكتر يعني مبادره ال 3% برضو، ونفكر الناس كانت عباره عن ايه وكان شروطها ايه والكلام ده كله. مبادرة ال 3% بتنطبق على المصريين فقط، أنا النهارده لازم أكون مصري الجنسية، سني من 21 ل 60 سنة. مبادرة ال 3% هي بتوصل ل 30 سنة، بحيث إن يكون سن حضرتك لو لسه عامل في الحكومة 60 سنة مع نهاية التمويل، ولو على المعاش لحد 75 سنة. 75 سنة ده مع نهاية فترة تمويل حضرتك، وتنطبق حتى للمعاشات. إحنا بنتكلم للأعزب كانت 4500 جنيه، دلوقتي وصلت 6000. والمتزوج او الاسره يعني كانت 6000 جنيه وصلوها ل 8000 جنيه، طبعا نتيجه التضخم اللي بيحصل والزيادات اللي بتحصل على العمله وغيره. احنا بنتكلم على الوحدات لازم تكون وحده مسجله شهر عقاري او قابله للتسجيل الشهر عقاري ولا يكون عليها اي نزاع قانوني. والاهم من ده ان هي تكون وحده للسكن فقط لا غير، يعني ما تجيش حضرتك تمول لي وحده في الساحل الشمالي، ما تموليش وحده الغرض منها مصيف او سياحي. انا بمول وحده انا كحكومه النهارده او الحكومه سكنيه بحتة، ولازم تسكن فيها مش أقل من 7 سنين ولا يجوز التنازل عنها قبل 7 سنين. ده بالنسبة للوحدات. احنا بنتكلم 3% دي متناقصة يعني مقطوعة حوالي 1.7 وحدات بتوصل لحد 1,100,000 جنيه، ينطبق على الشروط اللي احنا قلناها. نوضح برضو فكرة يعني ايه متناقصة وايه هي الواحد وسبعة في المية. انت حضرتك ال 3% المتناقصة دي تساوي 1.7 تقريبا في السنة، وده تقريبا دعم كأنك ما بتاخدش فايدة. يعني احنا النهاردة لو ضربنا 1.7 في 30 سنة تقريبا يعني حضرتك هتبقى دافع 50% من قيمة الوحدة على بعد 30 سنة. ده دعم رهيب ما حصلتش في التاريخ، ومفيش دولة في العالم عملت ده عشان نبقى متفقين. احنا اقصى حاجة اقصى فايدة شفناها في يوم من الايام، اقل فايدة شفناها كانت 5% اللي هي المبادرة بتاعت سنة 2014. أيوه. لكن في الوقت الحالي البنك المركزي بيدعم بصورة كبيرة جدا قبل ما ينقل الولاية دي لوزارة الإسكان ووزارة المالية، وما زالت البنوك بتكفل فئة كبيرة جدا تتعدى لسه كانت الباشمهندسة مي بتتكلم على 55.7 مليار جنيه دعم للتمويل العقاري اللي موجود.
فلا هي حاجة ما حصلتش قبل كده، وده تأكيدا لدعم السيد الرئيس لحياة كريمة لكل مواطن. طيب معانا على التليفون أستاذ رفعت، أهلا بحضرتك. أيوه أهلا وسهلا يا فندم. اتفضل سؤالك. كنت مقدم على شقة إسكان اجتماعي برضه الإعلان 3 الفيوم الجديدة. سن 58 سنة ويعني المرتب كويس وكده وكل حاجة. يعني مطابقة للشروط يا فندم؟ مطابق يا فندم للشروط، ولكن في تعنت غريب غريب غريب. ايه شكل الاعلان؟ كان يكون فعلا زي ما قال الاخ السابق على الهويه الدينيه او خلافه. يعني ميا عبد الحميد فعلا انا قدمت الرفض. لا حضرتك قول لنا ايه اللي حصل بالظبط، يعني حضرتك قدمت وايه اللي حصل؟ جالك رد بالرفض ولا ايه اللي حصل؟ ما جاش اي ردود يا فندم، دول حاجين الموقع اساسا عني. اشمعنى حضرتك؟ ما اعرفش يا فندم، تقريبا في مجاملات او ما شابه ذلك. هو وارد يكون كان السيستم واقع او حصل حاجه، لان نتيجه الاقبال على الموقع بيكون الموقع بيقع. جميل يا فندم، ولكن مكتوب بعده شكاوى المجلس الوزراء وبعثوا لهم الورق وكل حاجه موجوده عندهم على السيستم وعلى الاسكان الاجتماعي، الموقع بتاعهم موجود كل حاجه. طب ليه حضرتك يقول لك بعد الانترنت ثاني؟ ليه حضرتك ما قدمتش الشكوى في صندوق الاسكان الاجتماعي نفسه؟ بقول لحضرتك حاجين الموقع، لا ده في ادي الشكاوى يا فندم عندهم، ولكن لا من ولا من تنادي، ما فيش الكلام ده. طيب بشكرك جدا. مجاملات غريبه. بشكرك جدا استاذ رفعت. معانا كمان استاذ ميلاد، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم، مساء الخير. مساء النور، سؤالك يا فندم. اولا انا برحب باستاذ محمود وعايز اعتذر عن الكلام اللي قاله استاذ جرجس اسيوط اللي من شويه قال ان في تمييز او كده. الكلام ده احنا بنرفضه على فكره يا استاذ محمود. اهلا بيك يا فندم، شكرا جزيلا. اهلا بحضرتك. حضرتك استفدت من مبادره التمويل العقاري؟ الحقيقه انا بتصل علشان اسال ينفع استفاد ولا لا. انا عمري تقريبا 63 سنه. فهل ينفع استفيد من المبادره ولا لا؟ دخل سيادتك الشهري كام يا فندم؟ او معاش سيادتك كام؟ المعاش بتاعي حوالي 4000 جنيه تقريبا. طبعا حضرتك ممكن تستفيد منها، ولكن حضرتك هيبقى التمويل بتاع حضرتك لحد 12 سنه اللي هو سن ربنا يديلك العمر طبعا لحد ال 75 سنه بس، هيبقى المقدم بتاع سيادتك بالنسبه للاسكان الاجتماعي او مبادره التمويل العقاري ال 3% المحدود الدخل هتبقى المقدم بتاعها اكبر شويه من السن الاصغر من حضرتك، يعني ممكن يوصل ل 40% دفعه مقدمه بس يتوفر في الوحده دي الشروط. الوحده السكنيه يعني؟ سوري يا فندم؟ من قيمة الوحدة السكنية. قيمة الوحدة السكنية ممكن يوصل لده، لأن المدة بتاعت السداد بتاع حضرتك هتبقى محصورة على 12 سنة فقط اللي هو من ال 63 لل 75 يا فندم. وهل أقدر أستفيد من الإعلانات اللي بتنزل اللي هي زي الإعلان 17 أو 18 اللي هينزلوا؟ طبعًا طبعًا طبعًا، ده من حق حضرتك. حضرتك تبع محافظة إيه يا فندم؟ المنيا. المنيا في طرح فيها، يعني هي دي من المبادرات اللي مهتمة جدًا بالصعيد في سوهاج والمنيا وأسيوط. الصعيد تحديدا هيبقى نازل في المبادره الجايه ان شاء الله، في الاعلان الجاي ان شاء الله. طيب تمام زي الفل. احنا بنشكرك على اتصالك. بشكرك على كلامك الجميل يا فندم، شكرا جزيلا. طيب برضو علشان نوضح للجميع، يعني انا ايه الاجراءات اللي امشي عليها، وبرضو لو ما حدش رد عليا او جالي رفض اعمل ايه، علشان برضو الناس ما تكونش عندها اي افكار مغلوطه عن العمليه دي. هو ما فيش افكار مغلوطه، هو خلينا نقول يعني هو ما فيش حاجه اسمها علشان انا يعني معذره يعني عشان نقفل الباب ده تماما. اثبات للدليل ده ان انا قاعد مع حضرتك النهارده هنا في قناتكم الموقره، فيعني وانا من المتابعين بتوع القناه يعني. حضرتك مشرفنا طبعا. ده شرف ليا، ودي مش اول مره، دي يمكن سادس او سابع مره يحصل لي الشرف يعني. فلا ده مش موجود في مصر خالص، خلينا من يعني ما ندبش فتنه مش موجوده. ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا شايفين النهارده الاف ومئات الالاف مقدمين، فممكن جدا الموقع يقع. يعني انا حضرتك كنت مقدم في احد المشاريع، مش عارف يعني من حق اذكره ولا لا، مشروع تبع بنك الاسكان والتعمير فوق المتوسط. مش عارف مع حقي اذكر الاسم ولا لا، بس هو يعني كان على الموقع والشقه بمليون و700 الف وب2 مليون جنيه والموقع وقع برضه. فالمساله مش انا بكلم حضرتك على حاجه اعلى بكتير في السعر، فعدد المتقدمين ليها اقل بكتير من مبادره التمويل العقاري. فالشخص يفتكر ان الموقع محدود. ايه علاقته بقى؟ ما انا اللي بقدم قدام حضرتك، فايه علاقتي يعني؟ وقعت وضاعت عليا الفرصه. فده نتيجه الضغط الرهيب. في الاخر احنا بنتكلم في مئات الالاف بيقدموا. عندنا صندوق التمويل العقاري وصندوق الاسكان الاجتماعي، ممكن نروح نقدم شكوى يدا بيد هناك. ليه بنقول ان هي علشان حاجه؟ ما اكيد النهارده كل العمارات اللي احنا عايشين فيها جاري مسيحي وحضرتك انا مسلم، ما فيش الكلام ده مش ناس موجود كتيره خالص. تاني بناكد استفادوا بالفعل خالص. من طبعا طبعا كلنا مصريين، كلنا مصريين.
نرجع مرة تاني لمبادرة 3%، هل البنوك من حقها أن هي تغير في الحد الأدنى والحد الأقصى للمرتبات الخاص بهذه المبادرة؟ ممكن تغير للأحسن للمواطن، مش تغير يعني في هيكل عام ليها، أن النهاردة ما ينفعش يبقى الحد الأدنى نقرب منه، يعني النهاردة الحد الأدنى دي 2500 جدلا، فأنت حضرتك لا ما ينفعش تقرب منه، ممكن ترفع سقف الحد الأدنى ده علشان تاخد شريحة أكبر. فأنا بقول لحضرتك هيغير فيما هو صالح المواطن، يحط شرط زيادة مثلا الآي سكور بتاعي يبقى أعلى شوية، أفضل شوية، ما يكونش واخد كروت تانية، ده وارد، لكن في أمور رئيسية لا مساس بيها، زي الحد الأدنى، زي الحد الأقصى لسعر الوحدة، لأن في الآخر دي مبادرة وبيبقى بتمويل من البنك المركزي، بيمول البنوك دي لأن البنوك الهدف منها الربح. فالثلاثة في المية دي بتبقى بخسارة على البنوك القطاع الخاص تحديدا، وبالتبعية الفرق ده بيمولهم بيه وزارة الإسكان أو وزارة المالية أو البنك المركزي سابقا يعني. طب تفسير حضرتك أن بعض البنوك يعني حددت الحد الأقصى للمرتبات 18000 جنيه في مبادرة 3%؟ ده حصل، وده اللي أنا لسه كنت بقول لحضرتك عليه، أن أنا النهاردة ممكن أعملها في فايدة للعميل، أنا عايز أستقطب شريحة أكبر، وده بدعم من الحكومة، بدل ما نقول 8000 جنيه نقول 18000، فانا النهارده الشريحه ما بين ال 8000 وال 18000، واستعنى نطاق الناس المستفيده بالدعم، وده دعم من الحكومه طبعا، وده حاجه فايده للمواطنين. ان انا ده ما يقللش من فرصه الناس اللي هي مرتباتها اقل ان هي تحصل على فرصه التمويل. انا ما لغيتهمش الحد الادنى، انا بقول لحضرتك احنا نبدا من الحد الادنى، ولنفترض ان هو 1200 جنيه، الحد الاقصى 8000، انا خدت من 1200 ل 8000، لما وصلنا الحد الاقصى ل 18000 فاحنا وسعنا شريحة المستفيدين بيها، فدي فايدة المواطن في الآخر، يعني هو كله فايدة المواطن، مش خسرين حاجة يعني. طيب عايزين نتكلم على الإجراءات بصفة عامة، شخص بيعمل إيه علشان يحصل على شقة عن طريق مبادرة التمويل العقاري؟ على حسب الشقة دي حضرتك، لو بتكلمي في إعلانات من إعلانات الحكومة أو الوحدات اللي تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، فهي معروف الطريق بتاعها، بيروح يقدم في البنك أو على الموقع الإلكتروني بتاعها، الويب سايت بتاعها، ويمشي في الإجراءات، يعمل الباسورد بتاعه، يقدم رقمه القومي، ويقدم ويحول جدية الحجز اللي بتعلنها الحكومة ساعتها، سواء بيكون 10,000 15,000 20,000 حسب ما هو موجود، أو بالنسبة للوحدات اللي هي لبعض الوحدات الأعلى شوية اللي بتوصل بسعرها 700-800,000 بيبقى في حدود 50,000 جنيه تحويل على حساب بنك الإسكان والتعمير أو الجهة المنوط بيها اللي هي مثلا صندوق تمويل العقاري أو صندوق الإسكان الاجتماعي معذرة يعني. ده بيبقى الإجراء بتاعها، وتبقى متأكد قبلها أن أنت حضرتك ينطبق عليك الشروط، علشان بس ما تضيعش وقتك وتحاول تزاحم ناس أنت مش تبقى منهم. يعني الفكرة النهاردة أنا واحد عارف أن أنا عندي قروض وعليا كريدت كارد مثلا فيزا، وعارف أن أنا داخلي 1000 جنيه وبيتخصم منه 400 جنيه اللي هي 40%، طب انت راح تقدم ليه؟ ما هو في الاخر هو كله خاضع للبحث عن طريق الامن البنك المركزي، فانت حضرتك بتزاحم ناس انت كده مش هتقبل. وهو ده الحقيقه المنقوصه اللي احنا بنقولها. انا طبعا لا سمح الله مش بشكك في كلام احد المشاهدين، يعني شرفني طبعا كلامهم، بس احنا خلينا نبص للصوره الاكمل. هل انت النهارده عندك قروض؟ هل انت عندك بعض المشاكل؟ هل الاي سكور بتاعك عندك مشكله؟ انت ممكن تكون فيزا النهارده عليها 100 جنيه توقف لك كل حاجه، ودي المشكلة اللي احنا كلنا نسيت تودع الحد الأدنى شهري في التاني، الآي سكور بتاعك وقع، ما في الآخر هو ده قرض. الأهم من ده ان حضرتك تبقى جنس مصري الجنسية، السن من 21 سنة ل 60 سنة أو ل 75 سنة لأصحاب المعاشات، حضرتك بتقدم شهادة الدخل بتاعتك، لو انت حضرتك موظف قطاع عام أو خاص لازم يكون فات عليك على الأقل 6 شهور، لو حضرتك من أصحاب المهن الحرة أو الأعمال الحرة وفي فرق ما بينهم يكون بقالك 12 سنة أصدرت السجل التجاري والبطاقة الضريبية. الكلام ده لو هيقدم في مبادرة خاصة بالدولة طبعا اللي هي 3% طيب. أو 8%. بعيدا عن مبادرات الدولة، إيه الشقق اللي مواصفاتها تنطبق على فكرة التمويل العقاري؟ يعني لو حد عايز يشتري شقة بنظام التمويل العقاري، شقة التمويل العقاري، لا هو المبادرة مبادرة الدولة، لكن الشقق اللي هنشتريها سواء شقق تبع الدولة أو شقق ينطبق عليها هي نفس الشروط. يعني النهاردة الشقة اللي أنا رايح أشتريها هي لازم تكون زي ما قلت حضرتك مسجلة شهر عقاري أو خاضعة للتسجيل، قابلة للتسجيل، ما عليهاش نزاع قضائي، مش مبنية على عشوائيات، مش مبنية مخالف، ما هو بيت مخالف النهاردة ممكن يجي له أمر إزالة، إزاي البنك يموله وإزاي الدولة تدعمه. مش شرط تكون شقة حديثة أو بيت حديث والكلام ده إطلاقاً إطلاقاً، ولكن تكون خاضعة لشروط التمويل العقاري إن هي قابلة للتسجيل أو مسجلة، إن ما يكونش عليها أي نزاع قضائي، يجيب إيصال مرافق من البيت اللي هو رايح فيه، يكون البيت ده نفسه يخضع للفئة السعرية اللي بنتكلم فيها اللي هي ما تزيدش عن 1,100,000، جيب حضرتك شهادة الدخل اللي قلت لك عليها اللي حضرتك بتكلم فيها، وتكون حضرتك مقدم بصورة الزوجة، صورة بطاقة الزوجة، لأن أنت بتتعامل كأسرة، أو لو أعزب بتقدم صورة بطاقتك بس، وتمشي في الإجراءات بتاعتها تبع البنك اللي أنت هتمول عن طريقه، اللي هو في الوقت الحالي محصور على عدد من البنوك يعني مش كبير. طب لو هنتكلم على شركات التمويل العقاري،
الشركات دي بتقوم بإيه تحديدا في عملية برضو شقق التمويل العقاري، والمواطن بيتعامل معها على أي أساس والكلام ده كله؟ شركات التمويل العقاري في الوقت الحالي ما بقتش شغاله تبع المبادره، عشان نكون صراح. شركات التمويل العقاري بتتكلم عن نطاق اوسع شويه، يعني هي ممكن تمول لك مكتب، عياده، مول تجاري، وحده تجاريه، وحده مصيفيه، وحده سياحيه، ولكن بفئه سعريه تانية وفائده مختلفه تماما، بشروط مختلفه كمان اطلاقا. انت حضرتك بتتكلمي طبعا ما فيش حد اقصى للدخل، انت حضرتك لو دخلك مليون جنيه ما عندوش مشكله، بالعكس كل ما زاد دخلك، لان هي هدفه للربح مش مدعمه من الدوله، وبتوصل فائدتها من 20% ل 22%. فاحنا بنتكلم، عشان كده بقول لحضرتك هو في فرق 10 اضعاف ما بين اللي الحكومه بتموله وما بين الشركات القطاع الخاص، عشان كده الناس لازم تكون متخيله حجم العبء المادي اللي على الدوله اللي بتعمله. لا طبعا في فرق شاسع ما بين شركات التمويل العقاري القطاع الخاص والمبادرات الخاصه بالدوله. طيب بما اننا يعني بنتكلم على حاجه وارد جدا الناس تتعرض فيها المشاكل، ايه ابرز المشاكل اللي بيتعرض ليها المواطن في عمليه شراء شقق في مبادرات التمويل العقاري؟ هي الفكره ان احنا ما بنبقاش موقنين ايه الاجراءات اللي انا ابداها. اولا الجهه اللي انت هتروح لها ايه؟ صندوق الاسكان الاجتماعي، ولا حضرتك رايح عن طريق بنك معاك وحده في عماره عاديه في الشارع، فانت لازم تكون متاكد من الاوراق. فكره ان انت النهارده تسلسل الملكيه دي مهمه جدا، ما يكونش عليها اي نزاع قضائي، تكون متاكد من شهاده دخلك، شهاده الدخل اللي انت هتجيبها دي شهاده معتمده سواء من التامينات لان حضرتك متامن عليك، او عن طريق المحاسب القانوني لو حضرتك صاحب عمل حر، ولازم يكون ليك بطاقه ضريبيه وسجل تجاري عدى عليهم 12 شهر. الحاجات دي مهمه جدا ان انا اكون عارفها، لازم اكون متاكد ان حضرتك ان دخلك ودخل المدام او الاسره ما يتعداش الحد الاقصى اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي ينطبق على البنك اللي احنا رايحينه. يعني حضرتك لسه بتقولي مشكوره ان في بعض البنوك رفعت السقف ل 18000. صحيح. فلو انا رايح اقدم عن طريق بنك رفع ل 18000 ابقى عارف ان الحد الاقصى ليا 18000 جنيه. الشقه مش هتروح غير اللي يستحقها. فما نحاولش نتلاعب، لان ده انت اولا بتزاحم ناس تانية فبتطول المده الزمنيه، والحاجه الاهم مش هتجيلك، هي هتيجي للي يستحقها بس. دي شقه مدعومه المنوط بيها الفئات الاكثر احتياجا، دي دعم من الدوله ليك. فالنهارده حضرتك لو مش فيها حاول ما تقدمش عشان ما تزحمش الناس مش اكتر. دايما الكلام كتير عن مبادرات التمويل العقاري، لكن مهم دايما برضو نوضح التفاصيل ونحط كده النقط على الحروف عشان الناس ما تتوهش في زحمة الأقاويل الكتير والأخبار والإشاعات اللي بتنتشر. بشكرك جدا أستاذ محمود داود الخبير العقاري، شرفتنا ونورتنا. شرف ليا يا فندم، شكرا جزيلا. مشاهدينا كمان شكر موصول لحضراتكم لمتابعتكم لينا الحلقة النهاردة، وبكرة لقاءنا يتجدد الساعة 9 مساء. تصبحوا على ألف خير.